مرحبا بكم. عالمنا مدهش، العديد من الأمور الغريبة تحدث في كل مكان، وفي هذه الحلقة ستشاهدون بعضا منها. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ وجدت السلحفاة مكانا مثاليا لوضع بيوضها. وكأنه يستعمل زيت السيارات للطبخ. حان وقت إطعام قناديل البحر. الكلب غير سعيد بالتواجد في العيادة البيطرية. إنها طريقة طهي صينية تعتمد على الأحجار الساخنة. يشتهر هذا المطعم بطريقته المميزة لطهي الأسماك. جسم هذه الكائنات يساعدها على ترشيح العوالق من الماء. أوراق الأشجار هي أفضل قناع للوقاية من أشعة الشمس. من يشرف على هدم هذا المبنى أثبت أنه محترف. يجيد الدفاع عن نفسه رغم أنه حديث الولادة. التصميم الداخلي لهذا المبنى يجعله تحفة معمارية. طيور النورس جميلة رغم طباعها السيئة. سكان القرية محظوظون بمشاهدة ذلك الشلال الجميل من منازلهم. يمكنه صنع مجسم بكافة التفاصيل الدقيقة لأي مبنى. إنه أغرب منزل متنقل قد تشاهدونه. تخفي تلك السمكة صغارها داخل فمها عند الشعور بالخطر، وتستمر بحمايتهم بهذه الطريقة إلى أن يصبحوا قادرين على حماية أنفسهم. وهنا لدينا أجمل عربة قطار. كان محظوظاً وفاز بالكثير من القطع النقدية. زراعة البطيخ في شرفة المنزل فكرة جيدة، لكن يجب تناوله قبل أن يسقط على رأس أحدهم. يبدو السير في هذا المكان ممتعاً إذا تجاهلنا عدد الحشرات الموجودة هناك بالطبع. ما فعلته يؤكد على قوة عضلات ذراعيها. لن يتمكن صياد واحد من سحب تلك السمكة الضخمة. أدى الجميع نفس القفزة وبنفس القدر من المهارة.
عند دخول هذا المبنى في الصين ستشعر وكأنك في أحد أفلام الخيال العلمي. التطور الذي وصل إليه الرجال الآليون مدهش ومثير للخوف أيضا. الغربان مستمتعان بالتجول في هذه الحديقة. ليس انفجارا نوويا، بل إنها سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات. قدرته على إدارة رأسه بمقدار 180 درجة تسمح له برصد المفترسين قبل اقترابهم. قد يتشكل غزو الميثان داخل جذوع الأشجار الكبيرة بسبب التعفن الذي يصيبها من الداخل، وجذوع تلك الأشجار تصبح موطناً لأنواع مختلفة من البكتيريا التي تتغذى على غاز الميثان وتحوله لطاقة. تتجمع هذه الحشرات الصغيرة التي تحمل فلاتي داي على أغصان وأوراق الأشجار لامتصاص السوائل المغذية منها، وهي تعيش في جماعات كبيرة. هذا ما يحدث عند وضع بعض الكحول على طبقة حماية الشاشة المصنوعة من الهيدروجيل. إنها الأسماك الشفافة التي تعيش في نهر الأمازون، وهي شفافة لدرجة أنه يمكن رؤية أعضائها الداخلية بسهولة. تتحول هذه الفراخ التي تبدو وكأنها تعاني من مجاعة إلى طيور جميلة. من الجيد أن العرض لم ينتهي بحادث. بعض الأشخاص يخشون قنفذ البحر رغم أنه غير مؤذي. وكأنها بوابة نحو عالم آخر. لن تشعر بالذعر عند عبور هذا الجسر إذا ركزت على مدى جمال الطبيعة من حولك. تلك الحقيبة تحمل محرك دفع لتسهيل السباحة تحت الماء. نعتقد أنه يمارس التزلج على الجليد منذ الطفولة. من الصعب تصديق ذلك، لكنها مجرد قناة جانبية لصرف مياه الأمطار. عشاق الطائرات سيحبون التواجد في هذا الشارع. يبدو المشهد مخيفاً، لكن كثيرين يستمتعون بالمشاهدة. إنه مسار تزلج زجاجي بين الجبال في الصين. أمام هذه الأسماك رحلة طويلة. مذاق الخبز نال إعجاب الأسماك. نأمل أن القطط لا تسبب هذه الفوضى عند كل وجبة.
الشمس المتعددة هي ظاهرة تحدث بسبب انكسار الضوء. تدرب الطفل كثيراً على هذه الوضعية لحمل أكبر قدر من الحلويات. ستشعر وكأنك جزء من فيلم كينغ كونغ الشهير. تزداد أهمية سفن الشحن يوماً بعد آخر. يصعب تخيل حجم البضائع التي تنقلها هذه السفينة. بعض تسريحات الشعر غريبة جداً، لكنها أشبه بعمل فني. أما هذه فهي أكبر مظلة. قضاء إجازة على هذا الشاطئ لن يجعلك تشعر بالراحة. إنه تدريب على العمل الجماعي في إحدى المدارس العسكرية الصينية. تبدو تجربة مثيرة، لكن العودة إلى القمة لن تكون سهلة. حسب تقارير صدرت منذ سنتين، فإن أكثر من 2.5 مليار إنسان يعانون من زيادة في الوزن، وذلك يسبب لهم أمراضاً أخرى مثل أمراض القلب، السكري وغيرها الكثير. يتم إسقاط أوراق الأشجار عمداً لجمعها دفعة واحدة بدل أن تتساقط تدريجياً. يزور الكثير من السياح هذا المكان في الصين لتصوير الأمواج التي يصل ارتفاعها بعد تصادمها مع المرفأ إلى 10 أمتار. الطائرات فعالة جدا في إخماد الحرائق والحد من انتشارها. هذه التجربة للشجعان فقط. هذا كل ما لدينا لليوم. نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟